هيك عجلة الاقتصاد مرة أخرى. 11، إن الضمان الأساسي لوصولنا نحو الوضع ما قبل الكورونا هو تعاونكم والتزامكم بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة. نحن نقوم 12، نحن نقوم بهذه الإجراءات المنسجمة مع ما يقوم به العالم، وإن كنا السباقين لذلك بدأنا بداية صحيحة، وعلينا أن ننهي هذا الأمر بطريقة صحيحة. 13، هذا الفيروس لا إطار زمني له، ولا نستطيع أن نبقي مصالح الناس معلقة أكثر من ذلك، ولذلك فإن استراتيجيتنا القادمة سوف تكون مبنية على التعايش مع ما يحصل بإجراءات صحية يلتزم بها الجميع. 14، اليوم جرى توزيع الدفعة الأولى، وبأكد إنها هذه الدفعة الأولى من المساعدات للعمال والشؤون الاجتماعية وغيره، وسوف يكون هناك دفعات أخرى، وسوف نبذل كل الممكن لمساعدتكم بتوفيق من رب العالمين. أيضا طلبت، وقد يكون هناك بعض الأخطاء في الأسامي بالعمال بالشؤون بغيره، وقد طلبت من أخي وزير العمل ووزير الشؤون الاجتماعية مراجعة أي قضايا بحاجة إلى إعادة النظر فيها وتصويب أي خطأ كان. إخواني، عدد المتقدمين كان بالآلاف، وإحنا إمكانياتنا بسيطة، مش حنقدر نساعد كل الناس، ولكن ساعدنا كل ما يستحق. أكيد في بعض الناس يعتقد أنهم يستحقوا ولم يتم مساعدتهم. اللي جرى اليوم هي الدفعة الأولى. بحب أطمن الناس أنه في دفعات أخرى. بعض الناس اللي ما أخدش قال لك ليش ما أخدتش، وبعض الناس اللي أخذ 700 شيكل قال لك غير كافية. بجميع الأحوال إحنا بنشتغل ضمن ما هو ممكن، ضمن المتوفر بين إيدينا، وأي أخطاء ارتكبت هنا وهناك إحنا جاهزين أنه نصلح، ومن لا يعمل لا يخطئ، وربنا يقدرنا على الصواب. الشيء الآخر فيما يتعلق بمخصصات الأسرى والبنوك، وبعيدا عن أي ترتيب ممكن، فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلي على أنه إعادة للحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا، وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، وسوف نواجه هذا القرار السياسي. وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي، وهم ملتزمون بذلك، وسوف نعالج هذا الأمر ببعد السياسي والقانوني والمالي بما يضمن استمرار دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك. وأخيرا لن يفوتني أن أجدد التحية، كل التحية، للأطباء والعاملين في القطاع الصحي وإخواني في الأجهزة الأمنية على ما بذلوه ويبذلوه من كل جهد ممكن من أجل حماية أهلنا وشعبنا في الوطن. بارك الله فيكم، عشتم وعاشت فلسطين. خلينا نأخذ بعض الأسئلة. نعم تفضلي معاً. لما بعد العيد ممكن توضح لنا أكثر عن هذه الخطة؟ شكراً. نعم، إحنا عندنا اليوم 107 إصابات فقط لا غير، منها 61 إصابة في القدس، وهدول أهلنا وحريصين عليهم كل الحرص، وعندنا 6 حالات في قطاع غزة أيضا هدول أهلنا. وبجميع الأحوال إحنا شايفين العالم بدأ ينفتح، في بعض الدول لا زالت حجم المخاطرة فيها عالي جدا. إحنا والحمد لله منحنى الإصابات بدأ يتراجع بشكل كبير، وهذا هو أهم مقياس في العالم. إحنا بدينا صعودا، استقر المنحنى إلى أعلى، والآن بدأ ينكسر إلى أسفل، ولذلك لم يعد عندنا حالات إلا 40 حالة، والحمد لله. مرة أخرى وأخرى وأخرى بحب أقول إنه ولا حالة في الإنعاش، ولا حالة في العناية المركزة. معنات هذا الكلام إنه هذه الحالات
من متوسط فما دون، وبناء عليه مش حنضل معلقين مصائر الناس بأنه والله في نابلس في حالي واحدة، ولكن نابلس 250 ألف مواطن بالمجمل العام. إحنا بدينا كل التحيز للصحة متوازنين من أجل أن نحافظ على أرواح الناس، والآن بدأنا بالتدريج نعيد المنشآت الاقتصادية للعمل بشكل تدريجي. وبعد العيد، وهذا هو بيت القصيد، سنجري فحوصات للعمال هدول 33 ألف. إذا النتيجة بالنسبة لنا لا يوجد إصابات، اللجنة اللي بتشتغل في الشأن الاقتصادي لديها هذه الخطة لعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة وتيرة الاقتصاد يعمل كما كان عليه الحال قبل مرحلة الكورونا. ولكن نبقى خلف مقعد السائق، إذا لا سمح الله العمال العائدين من الداخل، وإذا فترة العيد بما فيها من تواصل اجتماعي وغيره، إذا لا سمح الله تسبب في أي حالات وإصابات جديدة بشكل يستدعي العودة إلى الإجراءات، إحنا جاهزين. والإشي المهم اللي بحب أطمن الناس إنه اليوم تتذكروا أخي إبراهيم كان بقولكم إنه إحنا بنقدر نعمل 300 فحص أو 400 فحص، اليوم إحنا قادرين نعمل 5000 فحص. وبناء عليه إحنا لسنا في موقف الدفاع، إحنا رايحين ندور وين في إصابات. هذا الأمر هو اللي بريحنا بالتعافي. كمان عطفا على سؤال حضرتك، خطتنا شيء هي من جانبين، في خطة إغاثية حطيناها واليوم بدأ تنفيذها، اليوم هي المصروفات تأتي ضمن إطار خطة الإغاثة، ولكن في منشآت اقتصادية ما بدها إغاثة، بدها إعادة تحريك. وبناء عليه بعد العيد سيبدأ صرف الصندوق اللي تحدثنا لكم عنه، اللي هو بواقع 300 مليون دولار من أجل أنه يعطي قروض ميسرة عمرها ما صارت، أنه القرض يصل نسبة الفائدة الثابتة 1.5%. هذا تتذكروا القروض في البنوك 5.5-6 إلى آخره، إحنا حنروح. ولكن كمان إشي مهم، إحنا مش حنخلي، مع احترامي للبنوك، مش حنخلي البنوك يقرض المشروع المضمون 100% بربح 100%، لا، في شوية مخاطرة بدنا البنوك تأخذها من أجل أنه نساعد في القطاعات المتضررة بشكل كبير. إذن خطتنا هي إغاثية بدأ تنفيذها، وإعادة إنعاش للاقتصاد سيبدأ تنفيذها في المرحلة القادمة. الأخ وليد أجيال، تفضل. ما دمنا نتحدث عن القروض، تم تأجيلها 4 أشهر، هاي 4 أشهر المواطن ما كان بإيده إنه هو يأجلها، مش هو راح أجلها، البنوك طبعا بتعليمات من الحكومة أجلتها. البنوك بدها تأخذ فائدة تعاقدية، بتقول أنا ما بقدر ما أخذش فائدة تعاقدية واللي هي نسبة مرابحة للأقساط لقدام. المواطن لا يعرف في هذه الفائدة التعاقدية، الحكومة أين تقف في هذا الموضوع بين المواطن والبنك؟ وبالنسبة لتأجيل القروض حتى آخر العام كما فعلت بعض دول المحيط، هل هذا مطروح على الطاولة؟ شكرا. شوف يا وليد، الإجراء المتعلق بالقروض إحنا بصراحة ما كنا متأكدين إنه قدرة الناس على السداد، يعني الموظفين اللي ماخذ قرض أخذ كامل راتبه بشهر 3، بعضهم وأنا بعرف كثير راح البنك وسدد المستحق عليه لكي لا يتراكم، الموظفين أيضا أخذوا رواتبهم بشهر 4. ولذلك نعم، البنوك قامت بتأجيل هذه القروض لمدة 4 شهور. بالمجمل العام هذه قروض مستحقة، هذه ليست منح، بالآخر اللي ماخذ قرض بده يسده. لكن إحنا شو قلنا؟ إنه تسهيلا على الناس ما يصير في اقتطاع لها مرة واحدة، ولكن عمليا يعني فترة القرض بدها تزيد، ولكن كل القضايا فيما يتعلق بالقروض، فيما يتعلق بالشيكات الراجعة، في كل هذه القضايا إحنا بصراحة طلبنا من سلطة النقد إنها تكون بمراجعة كل هذه الأمور بما يسهل على الناس. الفكرة الأساسية إنه ندور على كل طريقة نسهل على حياة الناس. وأنا بحب أقول لك، إذا بتسألني إنه الحكومة مع المواطن ولا مع البنك، هذه الحكومة حكومة الناس،
هاي الحكومة حكومة الناس، ولكن أيضا إحنا مسؤولين أن نحافظ على مصالح الناس. لذلك دائما بندور على أنه التحيز الكامل للناس من جهة، ومن جهة أخرى مش اللي ماخذ قرض أصبح معفى منه، لكن هذه القضايا نتركها يعالجها سلطة النقد. إحنا بجميع الأحوال اللي بندور عليه واللي بدنا إياه التسهيل على الناس بقدر الإمكان وقدر الاستطاعة، بما لا يجحف بحقوق البنوك، ولكن بما لا يراكم القروض بحيث أنه الموظف أو المقترض آخر الشهر يروح يلاقي بجيبته فيش إلا 100 شيكل ولا 100 دولار ولا كذا. هذا الأمر بالنسبة لنا لن يكون مقبول بصراحة، ولكن إن شاء الله الأمر يعالج بحكمة عالية من إخواني بسلطة النقد. عفوا، سؤال أخير الأخ محمد. يسعد مساك دكتور. دكتور، كان في اليوم مقرر اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث الضم الإسرائيلي، وأجل هذا الاجتماع. البعض يرى بأن السلطة الفلسطينية لا تظهر إشارات إيجابية، إشارات قوية لاتخاذ إجراءات، فقط لتشكيل لجان وبدون إجراءات. شكرا. شوف أخي العزيز محمد، اجتماع اليوم جرى تأجيله لأنه جرى تأجيل عرض الحكومة الإسرائيلية على الكنيسة. احنا ننتظر ان نرى ما هو البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية. وبحب اطمنك واقول للناس اللي يتساءل حول مصداقية الإجراءات اللي بدها تصير، اكثر من اي وقت مضى القيادة الفلسطينية مصرة وعلى رأسها الرئيس ابو مازن انه اولا بنقول لا. الإعلان ببيان الحكومة الإسرائيلية عن إجراءات الضم هو بالنسبة لنا بدء، مش بدء دراسة إجراءات، بدء تنفيذ إجراءاتنا المتعلقة بهذا الأمر. بدء التنفيذ يعني بمعنى إذا الحكومة الإسرائيلية بدها تقوم تعلن عن الضم يوم الأحد القادم، الرئيس سوف يدعو اجتماع بعده بيوم بعده بيومين، مش عشان يشكل لجنة ومش عشان ندرس إجراءات جديدة، لأنه بصراحة إحنا مستندين إلى قرارات المجلس المركزي ومستندين إلى قرارات مجلس وطني، وهذه القرارات مش مبارح، هذه القرارات أخذت بال2015 وبال2016. ولذلك بالنسبة إلنا بحب أطمنك وأطمن إخواني جميعا المتسائلين حول هذا البند بالذات إنه إحنا رايحين إلى مرحلة التنفيذ وليس إلى مرحلة الدراسة. هذا هو اللي بحب أقول لك. يا شو معنى هذا الكلام؟ إحنا إخواني تربطنا بإسرائيل أربع مفاصل: مفصل أمني، ومفصل قانوني، ومفصل سياسي، ومفصل اقتصادي. هذه المفاصل اللي بتربطنا بإسرائيل. معنى هذا الكلام إنه إحنا إذا الجانب الإسرائيلي أعلن، مش إذا نفذ، إذا الجانب الإسرائيلي أعلن عن أنه يريد أن يضم أراضي فلسطينية، إخواني الغور مش أي قطعة أرض، كل سنتيمتر بفلسطين غالي علينا، ولكن منطقة الأغوار 1622 كيلومتر مربع، منطقة الأغوار تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية وتعتبر سلة خضار الضفة الغربية، من عين البيضة لكردلة لبردلة للجفتلك لفصايل لمرجنعجي للعوجة لأريحة لكل المناطق والقرى اللي موجودة على طول غور الأردن. هذه المناطق فيها أيضا حوالي ثلث المياه في الضفة الغربية، الحوض المائي الشرقي متركز في هذه المنطقة أيضا. بناء على ذلك في هذه المنطقة في عنا 250 ألف شجرة نخيل، وفي هذه المنطقة في 35 مستعمرة يعيش فيها حوالي 9000 مستعمر، ولكن الأغلبية السكانية في هذه المنطقة هي أهلنا في الأغوار. وإحنا أخذنا على محمل الجد ومعاكم وعملنا في اجتماع بتتذكروا في فصايل، وقدمنا كل التسهيلات اللي بنقدر عليها، وإحنا مستمرين في هذا الأمر. ولكن برأيي طفح الكيل بصراحة، انتقاص الجغرافيا الفلسطينية سواء كان ضم القدس
أو سواء كان الأغوار أو فرض السيادة على المستوطنات، بجميع الأحوال الهدف منه بشكل ممنهج هو قسم ظهر إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل، وهذا الأمر لا يقبل أي فلسطيني. إحنا هون في إجماع وطني على كل بجميع مفاصل العمل الوطني والإسلامي مجمعة على أننا نريد دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. هذا البرنامج يشكل القاسم المشترك بين جميع فصائل الفلسطينية. أي خرق في هذا هو ضرب في مشروعنا السياسي ومشروعنا الوطني، وإحنا بصراحة لا نقبل بذلك بأي شكل من الأشكال. وأنا بقول لكم يا محمد دراغمي، إحنا مش رايحين على تشكيل لجنة جديدة ولا رايحين ندرس شو بدنا نسوي، درسنا وشكلنا، رايحين ننفذ. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير، بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. عفوا بدك تسأل؟ إذن تابعنا وإياكم المؤتمر الصحفي الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتية، والذي تحدث فيه عن